أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله الصادق الأمين محمد بن عبد الله. ثم أما بعد، طلبتي الأعزاء، سأتكلم عن مقدمة لمادة الفيزياء، وهنا استعراض ما سيؤخذ في مادة الفيزياء. الفصول الاستعراض كاملة. علم الفيزياء يهتم بدراسة الطبيعة التي حولنا وما ينتج عنها من ظواهر سببها، تحولات المادة والطاقة، ومن ثم دراسة قوانين تلك التحولات وتفسيرها لكي تسخر في صالح الناس. ما سيتم دراسته في هذا الكتاب المقرر ست وحدات مختلفة كما نرى هنا: الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة. تشمل المجالات الأساسية لعلم الفيزياء، وهي استكمالا لما تم دراسته في الصفين الأول والثاني الثانوي وبشكل أعمق. في الوحدة الأولى كما سنرى هنا، سنتكلم عن كمية التحرك والمقذوفات المحيطة. الوحدة الثانية نتكلم عن التيار المتردد والمولد له والدائرة المرتبطة به والقوانين. في الوحدة الثالثة سنتكلم عن الإلكترونات، الوحدة المصغرة لبناء الأجهزة الإلكترونية وما يرتبط بها، وما هو الدايود وما الدايود وما هو الترانزستور. سنتكلم في الوحدة اللي بعدها عن الأجهزة الإلكترونية، بعد أشعة المهبط واستخداماتها المختلفة، والبث والإرسال التلفزي والإذاعي. سنتكلم في الوحدة الخامسة عن الفيزياء الذرة، يعني ما هي الذرة وما هي مكوناتها وما تكون، وبالأخص نتكلم عن طيف ذرة الهيدروجين، نتكلم عن الطيف المتصل والطيف المنفصل، ونتكلم عن خطوط الطاقة وعن حساب الأطوال الموجية المختلفة، من هم العلماء التي اشتركوا في هذه الحسابات، ومن هم العلماء اللي تكلموا عن الذرة. في الوحدة السادسة سنتكلم عن الإشعاع والمادة. ما معنى الإشعاع؟ سنتكلم عن الإشعاع والمادة. تسلط إشعاع على سطح مادة ينطلق الإلكترون، تسلط الإلكترون على سطح المادة ينطلق لك إشعاع. نتكلم عن ليزر، نتكلم عن الأشعة السينية. سنتكلم هنا في الوحدة الأولى بطريقة مختصرة سريعة جدا. سنتكلم عن كمية التحرك الخطي، سواء كان في بعدين أو في بعد واحد، مرن أو غير مرن، أو كمية التحرك الزاوي الذي يتحرك كالعجلة، مثل العجلة هنا بنص قطر. سنتكلم بعدين عن الصواريخ، فكرة عملها، عن تاريخها. هنا صاروخ ويحمل مكوك فضائي، مبدأ عمله كيف يشتغل، هذا مثال لنعرف ما هو مبدأ عمله. هنا المراحل المختلفة اللي تفك الصاروخ عند انطلاقه. استخدامات الصاروخ، يستخدم في سرعة الإفلات، الإفلات القمر الصناعي المكوك الفضائي من الجاذبية الأرضية وانطلق للفضاء الخارجي، دراستي ما يسرع الواجبة وكيف انطلق رأسيا. سنتكلم أيضا عن السرعة المدارية، نفس الشيء الصاروخ يستخدم في إطلاق القمر الصناعي وإخراجه إلى مداري حول الأرض، يدور حول الأرض، وهنا تجربة، كلما زادت السرعة كلما بعد المدار الذي سيدور فيه القمر الصناعي ينزل. الجاذبية تأثر على اتجاه حركة القمر الصناعي، ويكون طبعا بعد القمر الصناعي أقل شيء 150 كيلومتر. هنا القانون لسرعة الإفلات، هنا القانون لسرعة المدارية. حركة المقذوفات، هنا نص دائرة، المقذوف يتحرك نص دائرة بزاوية في البداية، هنا يتحرك ربع دائرة. القوانين لربع الدائرة هي نصها، قوانين نصف الدائرة. في الوحدة الثانية سنتكلم عن التيار المتردد، هنا الدالة الجيبية، التيار المتردد يتردد مرة في الموجب، مرة في السالب، نصف دائرة في الموجب، نصف دائرة في السالب. هنا الظاهرة التي تولد بها التيار المتردد، تضيب نمرره صعودا ونزولا داخل مغناطيس حدوة الفرس، ويمر لنا تيار كهربائي متردد مرة في الموجب مرة في السالب. من هذه الظاهرة اللي اكتشفها العلماء صنعوا المولد الكهربائي بهذا الشكل، اللي يولد لنا الدالة تيار كهربائي، دالة الجيب. هنا أنواع التيار الكهربائي، يا يكون دالة جيب، يا يكون سن المنشار، يا يكون مثلث، يا يكون مربع. هنا الأميتر الحراري يقيس لنا
الكيمياء الفعالة التيار المتردد، يقيس لنا التيار المتردد والتيار الثابت. ما الفرق بين التيار المتردد والتيار الثابت؟ من هما أفضل؟ هنا دائرة فيها تيار ثابت لا يشتعل المصباح، لكن عندما نربط بتيار متردد يشتعل المصباح. دائرة فيها مكثف، المكثف لا يسمح للتيار المتردد التيار الثابت بالمرور. هنا الدائرة مختلفة للتيار المتردد. التيار المتردد قد يكون مع مكثف، قد يكون مع ملف، قد يكون مع مكثف وملف ومقاومة. عندما يكون التيار المتردد مع المكثف، التيار المتردد يكون مع مكثف، التيار يسبق فرق الجهد. التيار يسبق فرق الجهد. التيار هنا كما نرى هنا بتسعين درجة يسبق. هنا التيار عند الصفر، وهنا عند التسعين يسبقه بكم؟ بتسعين درجة. الكمة تسبق الكمة بكم؟ بتسعين باي على اثنين. الشحنة تتفق مع الفرق الجهد. إذن التيار يسبق في المكثف، دائرة المكثف مع التيار المتردد، دائرة التيار المتردد مع الملف، فرق الجهد يسبق التيار. ما نرى هنا، نلاحظ هنا التيار متفق في الطور مع فرق الجهد، هذا في المقاومة. في الملف بينهما 90 درجة بين التيار وفرق الجهد. في المكثف بينهما 270 درجة، من هنا إلى هنا 270 درجة أو سالب 90. عندما ندمجهم كلهم في دائرة واحدة، نرجعوا بهذا الشكل، نشي نحسب فرق الجهد النهائي، فرق الجهد النهائي للمقاومة لهذه الدائرة الأخيرة. نحسب المعوقة ومنها نحسب فرق الجهد النهائي. فرق الجهد ما يساوي؟ يساوي الأن بينهم فرق طول. نستخدم نظرية فيثاغورس، ندمج جيم حث الموجب ناقص جيم سع بالسالب مع بعض، وجيم المقاومة جيم ميم هنا، جيم ميم هنا، الجيم النهائية هنا بينهم زاوية فيثا فرق الطول هذه تساوي جيم ميم زائدا افتح قوس جيم حث ناقص جيم سع الكل للتربيع، جيم التربيع زائدا جيم حث ناقص جيم سع الكل للتربيع الكل تحت الجذر تساوي جيم المحصلة. بالنسبة لدائرة المكثف مع التيار المتردد، هنا بالتوالي توصل للمكثفات، هنا بالتوازي توصل لها حسابات معينة، وكذلك بالنسبة للملف هنا بالتوالي وهنا بالتوازي. سندرس في الأخير الدائرة المهتزة التي تولد الموجات الحاملة، تكون بهذا الشكل، فيها بطارية وفيها مكثف وفيها ملف، تولد لنا موجات حاملة، موجات كهربائية تخزن في الملف المكثف، موجة مغناطيسية تخزن في الملف تحول من هنا إلى هنا، تسمى موجة كهرومغناطيسية تحمل موجات الصوت وموجات التلفزيون. دائرة الرنين تستقبل الموجات. هذا بالنسبة للفصل الثاني. بالنسبة للوحدة الثالثة، الوحدة الثالثة سنتكلم عن الإلكترونات، وحدة البناء المصغرة للأجهزة الإلكترونية، البوردات الإلكترونية. هنا يكون في العمود الرابع في الجدول الدوري أشباه الموصلات سيليكون في جرمانيوم. ركز العلماء على السيليكون الجرماني لأنها أكثر تواجد في البيئة. هنا في العمود الثالث البورو، العمود الخامس الزرنيخ والفوسفور، العمود الرابع في المستوى الأخير للذرة يكون أربع إلكترونات تساهم مع الذرة الأخرى. انظر هنا أربع إلكترونات تساهم مع الذرة، كل ذرة حولها، كل ذرة تساهم بواحدة، أربع إلكترونات تعمل ترابط تساهمي بهذا الشكل، تساهم كل واحد منهم بذرة، ذرة وكل واحد تساهم بذرة وترتبط. إذا أردنا هنا أشباه يسموها شبه موصل نقي بالنسبة للجرمانيوم أو سيليكون، شبه موصل نقي روابط تساهمية. هنا إذا أردنا أشباه موصلات غير نقية، ينطعمها من المجموعة الخامسة في الجدول الدوري بذرة من الزرنيخ، لها خمس إلكترون في مدارها الأخير، أربعة يرتبطين مع الجرمانيوم، أربع ذرات، والخامسة تكون حرة تنطلق، قولنا بلورة سالبة، بلورة سالبة كما هنا نرى، أو الجرمانيوم تكون فجوة موجبة، تكون لنا بلورة موجبة. عندما ندمجهما مع بعض تكون لنا الوصلة الثنائية. الوصلة الثنائية هنا في منطقة جهد حاجز، هنا توصيل أمامي تكون منطقة الجهد الحاجز أصغر ما يمكن، توصيل خلفي تكون منطقة الجهد الحاجز أكبر ما يمكن. نستخدم الديود لتوحيد التيار، مرر لنا الموجات، الموجات سلبة ألغاها. الترانزستور عبارة عن وسط السندويش، الطرفيات
متشابهات يا تكون الموجبات بي بي او يكونن سالبة ان ان، والوسط يكون مختلف عنهما ان او في. وهذا الرمز الاصطلاحي للترانزستور. هنا توصيل الترانزستور الباعث والقاعدة توصيل امامي، والباع المجمع والقاعدة توصيل عكسي، ومن ثم ندمجهما مع بعض وكنا وصلنا الترانزستور. الدوائر استخدام الترانزستور استخدم في التكبير، تكبير التيار والفولتية و أحيانا عكسها والطاقة. معانا القاعدة المشتركة والمجمع المشترك اللي سندرسها في هذه الفصل، في هذه السنة وفي هذا الكتاب. الوحدة الرابعة سنتكلم عن الالكترونات، الأجهزة الالكترونية. الأجهزة الالكترونية توصيل بالغازات، توصيل بالمواد الصلبة، توصيل بالسوائل، والتوصيل في الغازات. التوصيل في الغازات يكون عبر الأيونات الموجبة والسالبة. الأيونات الموجبة لأنها نخلخل الهواء، أنبوبة مفرغة من الهواء، نخلخل الهواء بها ونسلط عليها فرق جهد عالي وضغط منخفض، فيعمل على انطلاق الكترونات سريعة جدا وتصطدم بالأيونات المتعادلة. هنا تكون لنا أيونات موجبة وأيونات سالبة، ينبعث لنا الكترون انبعاث ثانوي أو انبعاث حراري. عملنا هذه التجربة ندرس، ويمر سائل من الالكترون يسموها أشعة مهبطية، أشعة انطلقت قدمت من المهبط السالب، أنبوبة أشعة، هذه أنبوبة أشعة المهبط مر بها مميض. عندما تنزل من المستويات العليا إلى السفلى تومض مميض أزرق، تعرف أنها العالم أنها أنبوبة أشعة المهبط. أنبوبة أشعة المهبط استخدمناها بهذا الشكل، شكلنا على شكل هذا الشكل شاشة، هنا طليناها ما تفسر تشاء، وهنا ملفات حارقة تحرك الإشعاع الإلكتروني، وهنا فتيل ينطلق من الإلكترونات وأنود يسرعها. استخدمنا هذه أنبوبة أشعة المهبط في كشف الذبذبات، كشفنا الذبذبات بتوصيل معين. استخدمنا في الرادار تحديد الاتجاه وسرعة الهدف. استخدمنا في الاستقبال التلفازي، تلفزي، وفي الإرسال التلفازي عندما تصور الكاميرا. هنا المسح التلفازي في التلفزيون العادي، هنا المسح التلفازي في التلفزيون الملون بثلاث ألوان، هنا الإرسال التلفازي في التلفزيون الملون يرسل بثلاث ألوان RGB، أزرق، أحمر، أخضر، ثلاث ألوان أساسية، من ثم تدمج على الشاشة كما ترى هنا على حسب كل نقطة. الإرسال والاستقبال الإذاعي، الإرسال والاستقبال الإذاعي. في الإرسال والاستقبال الإذاعي نحتاج إلى الدائرة المهتزة لتوليد الموجات الحاملة لموجات التلفاز، الصورة والصوت، أو لحمل الموجات الصوت كما في دائرة الميكروفون. هنا الصوت وتبثها بالهواتف ثم تستقبلها اللاقطة الهواء هنا وتدخلها على دائرة الري التي نختار منها الموجة التي نريدها، وندخلها على دائرة التقويم والتكبير لتكبر لنا الموج التيارات، كما هنا عندنا دائرة تقويم تكبير تضغين الموجات المزعجة وتكبر الموجات الصغيرة، وتدخل على الشبكة تتحكم في عدد تركيز الإلكترونات، ومن ثم دخل على دائرة التقويم والتكبير ودائرة السماعة، ومن ثم تخرج إلى السماعة. السماعة تكون عادية إلكترونية أو تكون عادية، سماعة عادية يعني مغناطيس دائم، يعني مغناطيس إلكتروني. مغناطيس عبارة عن حديد مطاوع أو مغناطيس دائم، نفس السماعات الديناميكية. هنا الإرسال والاستقبال الإذاعي بطريقة مبسطة. الوحدة الخامسة سنتكلم عن النظريات الفيزيائية، الفيزياء الذرية، ما هي مكونات الذرة، وما هي درسنا أبسط ذرة وإذا ذرة الهيدروجين وتحليلها ودراسة خطوط امتصاصها وحساب الأطوال الموجية لها المختلفة. هنا نظرية تومسون قال أنه توزع الموجات السالبة والموجبة بالتساوي، تكون مثل الحبحبة، الأحمر يكون الموجب والنقاط السوداء تكون السالبة موزعة بالتساوي. وأتى بعده العالم راذرفورد حتى عليه عمل تجربة، واكتشف أن الأغلب الذرة فراغ، وأن الموجب يتوزع له الكتلة أكبر كتلة فيه تكتن عكس الإلكترون منه، وأن الأغلب الذرة فراغ، وأن الإلكترون خفيفة جدا وتدور بسرعة حول النواة الموجبة. ومن عيوبه أنه قال أنها تستمر في إشعاع طيف متصل وهي تدور الإلكترونات، لذلك تفقد طاقتها تدريجيا وتنهار وتنصدم تنجذب إلى النواة.
وهذا كان من عيوبهم. عتل عليه البور، الآن البور بنظريتي أنه عندما يكتسب طاقة خارجية، أي ذرة تكسب طاقة خارجية فإن الإلكترون يصعد إلى مدارة أعلى ومن ثم يفقد الطاقة على شكل ضوء ويعود إلى مداره الأول. واكتشف العالم بور أن نص القطر وطاقة وسرعة كل مدار، وعمل على بالقانون اللي عدله كان بالمر، غير بدل الاثنين النون الأخيرة غيرها خلاها نون فاينل، نون نهائية، بس أنا نون ابتدائية. وهنا أتكلم عن الإشعاع، عندما تصل الضوء وتدخله على منشور ثلاثي يتوزع ألوان الطيف. عندما يتوزع ألوان الطيف، هذه الألوان السبعة هي في المنطقة البسيطة هذه البيضاء، وباقي أشعة جاما الصينية وفوق المسيرة تحت الحمراء، أشعة الراديو والتلفزيون هنا. وهنا طيف عناصر، كل طيف عند كل عنصر طيف معين، يعني يدخل على الضوء معين، نفس الضوء له خطوط امتصاص في أماكن معينة كبطاقة شخصية لكل عنصر. طبعا هنا هذه طيف ذرة الهيدرو، خطوط امتصاص يمتص الهيدروجين من الضوء هذه الأماكن فقط بالتدريج، يكون متباعد ثم يتقارب إلى أن يكون طيف متصل في النهاية، مش خطوط. طيف ذرة الهيدروجين، والعالم بالمر درسها، درس هذه النظرية، درسها تجريبيا وليس نظريا، لم يعرف نثبتها نظريا. جاء العالم بلانك واكتشف الجسم بالنسبة للجسم الأسود أنه كل الإشعاع الذي يمتصه يشعه كله، وعمل تجربته عليه. وجاء العالم بلانك أثبت بنظريته، العالم بلانك أنه قال أن الجسم يخرج زخات من الطاقة ولا يخرج طيف متصل، وإنما زخات ويقطع يمتص عند مستويات معينة، عند كل مستوى معين يخرج زخة من الطاقة. جاء بعده العالم حسب الأطوال الموجية، قانون بور لكل عالم حسب أطوال موجية له، نون اتفقوا في النون الأخيرة عندما يتحدين الأطوال، اتفقوا هنا نون الابتدائية كلهم نفس الشيء، بس اختلفوا في نون الابتدائية. ليمان هنا، بالمر هنا، بوفند وبراكت وليما، يعني اختلفوا في نون النهائية، نون الابتدائي متفق عليها واختلفوا في نون النهائية. طبعا هنا العالم سمرفيلد عدل على نظرية بور، قال أنه كل ما كان الإلكترون قريب من النواة كل ما عمل شكل بيضاوي، كل ما ابتعد من النواة كل ما عمل شكل عادي. وأن الطيف الهيدروجين ليس له طيف واحد، طول موجي واحد في المستوى، إنما له أكثر من طول موجي. في الأخير نتكلم عن الوحدة السادسة، الوحدة السادسة نتكلم عن الكترونات، الظاهرة الكهربائية عندما تصل إشعاع فوق بنفسجي على سطح معدن تنطلق الكترونات ويشحن شحنة موجبة. هنا الخلية الكهربائية هنا على شكل حرف سي تكون كبيرة لتغطى لانطلاق الكترونات منها، وهنا يكون صغير حتى لا يجب إشعاع الشمس. هنا خلية كهربائية يصل الضوء ينطلق الالكترون يمر في الدائرة من الدائرة. تجربة ملكان درست الظاهرة الكهروضوئية، تجربته أمور مفرغة من الهواء ويسلط عليها على المهبط شعاع معين ينطلق الالكترونات، وفرق جهد عالي جدا يسمح يعطي تسارع وطاقة حركية للالكترون ينطلق إلى المصعد ويصطدم به. فاكتشف عندما سلط عليه بفولتية عالية وضوء غير موقع الضوء قربا وبعدا، وعمل دراسة خطوات تجريبية عليها، وغير لون الضوء وعمل خطوات تجريبية عليها بهذه الرسومات الأربعة، هذه الرسومات البيانية الأربعة. دراسة العلاقة بين الطاقة الحركية المحررة وتردد الضوء الساقط، هنا الطاقة الحركية وهنا الضوء الساقط، كل ما زاد
الضوء الساقط، تردد الضوء الساقط كلما زاد الطاقة الحركية للإلكترون المنطلق. تفسير أينشتاين، أينشتاين عبارة عن الطاقة العظمى ما تساوي الطاقة الحركية. الطاقة الحركية الطاقة ما تساوي الطاقة الحركية زائد دالة الشغل. شوف هذا المخطط، هذا النقط كله عبارة عن الطاقة الكاملة. الطاقة مقسمة قسمين، دالة الشغل طاقة ارتباط أي ذرة ذرة بأي عنصر، طاقة الربط ودالة الشغل سطح المعدن، وهنا الطاقة الحركية. بعد ما إذا أعطيته دالة الشغل فوتونة ضوئية الطاقة تساوي دالة الشغل يتحرر الإلكترون. إذا أعطيته طاقة إضافية إلى جانب الطاقة دالة الشغل ينطلق الإلكترون طاقة حركية. استخدامات الخلية الكهروضوئية، كيف نستخدم الخلية الكهروضوئية؟ نستخدمها في الأجراس، المنبهات، الخزائن، حماية الخزائن، المسرقات، أضواء الشوارع، فتح أبواب المصاعد، فتح أبواب الفنادق وغيرها، البنوك، بضوء مرور ضوء. عندما تقطع الضوء يفتح الباب، عندما لا تقطع الضوء يتغلق الباب. الأشعة السينية، هنا أنبوب مفرغة من الهواء، هنا المصعد المتحرك، هنا الفتيل، هنا فرق جهد يسمح بانطلاق الإلكترون منه، فرق جهد عالي جدا، أنبوبة مفرغة من الهواء، زيت حولها، حول الأنبوبة الأشعة السينية لتبريدها، الفولتية العالية، فرق جهد عائل يسمح بطاقة حركية عالية جدا للإلكترون. الطاقة ما تساوي شحنة الإلكترون في جهد، فرق الجهد، هذا فرق الجهد في شحنة الإلكترون. الطاقة تساوي، والطاقة أيضا يمكن تساوي نص في كتلة الإلكترون في سرعة التربيع. وهنا بيوريك كيف ينطلق الإلكترون إلى المدار الرابع ويعود إلى الثاني الثالث ثم يعود إلى الأول، أو يعود إلى الثاني ثم يعود إلى الأول. هنا الطيفين الخطيين، الطيفين خطيين للأشعة السينية وطيف متصل الأشعة السينية. هنا الليزر وكيف يولد وما هو الجهاز الذي يتكون منه. هنا طريقة الانبعاث المستحث. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.